هبدأ في القطاع الصحي على سبيل المثال. احنا كان عندنا يعني احنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى يعني، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة والأزمات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها ما فيش حل يعني ما فيش حل. لكن الحقيقة الأمر مش كده، وأنا بتفق مع كل المتحدثين على إن الأزمات بتوفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي بتحديها ومحاولة إيجاد حلول ليها. وإحنا اعتنقنا مبدئين أو استراتيجيتين مهمتين جدا في الموضوع دوت. إحنا مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة.